انا معرفش والله العظيم، انا فجأة لقيت مية شغالة في الحمام كله ما عدا في حنفية الصوت. ايه السبب معرفش. لا لا لا، ده شاطر جدا 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 فوق ما تتخيلي يا بنتي. انا اول ما كلمته قال لي انا جاي لك على طول، هو زمانه اصلا على طول. لا لا، ممتاز ممتاز ممتاز. طب بقول لك ايه، اقفلي اقفلي غالبا. ايوه مستر حسن، ازاي حضرتك؟ معلش جبتك على ملا وشك. تعالى صباح الخير يا مدام. صباح الفل، تعالى اتفضل. اخبارك ايه؟ الحمد لله. اتفضل يا رب يا ساتر. اتفضل اتفضل. بسيطة بسيطة. خير بقى مدام؟ بقى انا عايز افهم بقى ايه بقى المشكلة بقى. والله العظيم اعرف يا استاذ حسن. المية شغالة في الحمام كله بس في الحوض مش عايزة تنزل مية خالص. ازاي يعني ازاي شغالة في كله؟ ده شغال؟ اهو مرة شغالة. ايه ده؟ يا لهوي، حصل خير يا اخويا، حصل خير. خير يا مدام، خير. شغالة شغالة. الحكايه دي مش شغاله ايام دي. طب ما انا عارفه ان هي مش شغاله يا استاذ حسن، امال انا جايباك ليه؟ صح. خلاص دي بقى لا مؤاخذه كده تتغير، عايزه تتغير. ايه اللي يتغير؟ الحنفيه يعني؟ الحنفيه كلها تتغير. طيب ماشي، هتتكلف كام؟ 150 جنيه بس مدام. ماشي مش مهم، ما تنزل تجيبها يعني؟ لا معايا انا الحنفيه دلوقتي. كل طيب. حاجه موجوده معايا. طب خلاص ربنا يكرمك يا رب يا استاذ حسن. تشرب شاي بقى. ماشي. يا ريت. سكرك. 18 معلقة سكر. 18؟ اصب لك الشاي في برطمان السكر اسهل. ده انا اصلا بحبه حلو بس. ماشي يا استاذ، ربنا يبارك لك يا رب. الله يخليك يا مدام، تحت امرك يا مدام. وبعدين بقى انا عايز اعرف. يا بنتي خلاص انا شغال جوه. ده ممتاز. وبعدين بقى في الشغلانه دي، وبعدين انا مش عارف اعمل ايه، البتاع دوت ما بيتفكش ليه؟ لما تقول لي اروح شغلانه. الحنفية دي مش شغالة. وبيعملها جوه 150 جنيه. ماشي. اتفضل يا استاذ حسن الله يبارك لك. يا نهار اسود ومنيل، الحمام بيغرق. ايه يا مدام في ايه؟ ايه اللي انت نيلته ده؟ الصرفة مسدودة يا مدام. طب انا يا اخويا عارفة ان الصرفة بتنيل مسدود. الحمام بيغرق. يعني دي غلطتي يا مدام ان انا اكتشفت لك يعني الموضوع دوت بدل ما كنت تغرقي لما اخذ واحده في الشقه يعني. ما كان عمره ما كان هيغرق بيا، ما دام في واحد حمار زيك جه هنا. حمار ده مؤاخذه مدام، الصرف بقى كله مسدود بقى وكله فران، وانا عمال بصيدهم بقى واحد ورا التاني بقى دلوقتي. فران ميته جوه؟ ايوه. طب والعمل؟ ده انا كنت جايباك تخلي الحنفيه تنزل ميه، يا شيخ حرام عليك. انا صلحت الحنفيه يا مدام خلاص، الحنفيه اهي بص اهي الحنفيه عماله تجيب في ميه اهي. طب انا المفروض بقى الميه تعمل لها اشفطها يعني؟ نهار اسود. طب والعمل؟ بص يا مدام، احنا هنقلع السيراميك دوت كله من الارض ونفوره ونطلع المواسير القديمه البايظه ونركب لا مؤاخذه مواسير جديده، تمام؟ ونغير عليها على طول يعني. طب الموضوع ده يعني هيتكلف كام؟ يعني هياخد له بتاع 3 4000 جنيه كده، 5 بالكتير. يا نهار اسود، لا انا ما كنتش عامله حسابي على كل ده يعني. يا مدام الحاجه عماله تغلى، والحاجه النهارده ام قرش بكره تبقى باتنين. وبعدين بقى انا عايز اقول لك بقى على حاجه ثانيه كمان بقى، طالما بالمره كده الحمام دوت لا مؤاخذه ده يعني لو واحده مليانه لا مؤاخذه دخلت ممكن تتحشر هنا، مش هتطلع ولا بالطبل البلدي. انا بقى عايز اقول لك بقى على حاجه، احنا بقى ايه، هد الحيطه ديت ونوسع على نفسنا كده شويه، والحوض دوت نجيبه هنا، والقعده ديت هنجيبها هنا، واعمل لك هنا بانيو واقفل لك الحته ديت لا مؤاخذه على متال، حط لك عليها مرايه وتبقى الدنيا زي الفل. وبعدين يعني هيكلف كام كل ده؟ يعني كده يخش له في حسبه 7-8000 جنيه ماكسيموم 10. لا انا مش عامله حسابي يا اخويا على كل ده، معلش. لا انت صلح لي بس السد وخلاص. 10 ايام واخلي لك الدنيا على قسطه. 10 ايام بالكتير قوي. 10 ايام انا جوزي لو رجع من السفر لقى النيله كده هيطلقني. لا يطلقك مين؟ ده عايز اقول لك على حاجه، ده هينبسط، ده احتمال كمان يعني يجدد معاك العقد. ماشي يا استاذ حسن، ماشي بتشوف. عايز بقى عربون بقى مدام. عربون ايه يا استاذ حسن؟ انت لسه عملت حاجه؟ مدام هنزل اجيب لها مؤاخذه موزير من تحت برضه، في الموزير ديت عايزه فلوس برضه. حلالها في الساعه 5. والعربون ده بقى في حدود كام؟ 3-4. فاضل ايه؟ حاضر يا استاذ حسن، بس 10 ايام. 10 ايام هخلي لك كله قريصه ان شاء الله. تمام بقى مدام، بص الدنيا بقت واسعه اهي، وزي ما قلنا والدنيا بقت زي الفل. الحنفية شغالة اهي،
يعني بصي طلقه، وهنا اهو الدش اهو شغال تحت وفوق وسخن وبارد اهو الدنيا. بصي اهو الدش شغال اهو كله تمام يعني يا مدام. فعلا مستحسه ربنا يخليك. يا نهار اسود في ايه يا مدام؟ دي جدوله برضه. ما كنتش الحوار رجع تاني مدام. فور ايه الوقت ده يا استاذ حسن؟ ايه اللي انت بس لقيته ده؟ ما كنتش ركبت ماسوره الميه غير الصرف يا مدام. هو انت بتسالني هنا يا اخويا؟ هو انت بتسالني ولاش عرفني؟ يا رب. ما كنتش انت طيب غسلت مواعين امبارح وكبيت شويه رز وسدوا الدنيا طيب؟ رز ايه اللي هتكبه في حوض الحمام؟ وبعدين انت لسه مركبه النهارده اصلا. اه صحيح. هتلاقي بس شوية رملة كده موجودة جوه، شوية مية سخنة مدام، وهتلاقي الدنيا هتسلك يعني. طب يا استاذ حسن ربنا يبارك لك يا استاذ. شكرا شكرا مشكرين. بقى الحساب بقى يا مدام. انت كمان عايز بقى الحساب؟ امال ايه يا مدام؟ يعني عرقي عرقك؟ خد يا اخويا عرقك، خد عرقك يا شيخ. حرب النار في جدتك، الهي يا رب تصرفهم على المرض. تمام تمام تمام، مية مية. مش عايزة أي حاجة تانية يا مدام. تسلم يا أخويا ربنا يبارك. أي حاجة تانية أنا تحت أمرك يعني. الشباك دوت خشب يا مدام. نظر كده خشب صح؟ أه يا أخويا خشب، هو مش باين الخشب؟ أه ده كله سوس، والسوس ضارب فيه وحالته بالبلدة. ممكن السوس دوت بقى يا مدام يبوظ لك العفش بقى ويخلي الدنيا بايظة. ده كله باين وعايز يتغير، السقف كله باين وعايز يتغير، السقف كله باين وعايز يتغير. مدام مدام. ايوه يا استاذ حسن. معايا انت مدام؟ اه يا اخويا معايا. بس معاي. فممكن نغيره يعني بدل ما هو مسوس كده. اه وهيتكلف كام بقى؟ يعني ماكسيمم 500 واجي اركبه لك بكره. اصل انا عايز اقول لك على حاجه، اصل انا بفهم في النجاره. اه ما هو لا ما هو واضح، وفي السباكه برضه 10 على 10. اه شفتي بقى كل حاجه وكهرباء كمان. طيب خلاص نغيره يا اخويا نغيره. 500 يا مدام. ايه 500 يا عربون عشان انزل اجيب الخشب وعوص. 500 عربون؟ اه عربون. وامال هو هيبقى ثمنه كام؟ يعني ممكن يعني يزيدوا 200 بتاع يعني. لا ده انت خد ال 700 على طول. يا لهوي ده 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 اللي انت عايزه يا استاذ حسن. تعالى معايا اتفضل. ماشي يا مدام. اتفضل. يا رب يا ساتر. اتفضل. انت قلت لي بقى عايز ال 500 جنيه بالدولار ولا باليورو؟